أهلا بكم في الحصاد الاقتصادي لمصر خلال 2015. العنوان الأبرز للاقتصاد المصري هو إنه عامل التحديات والصعاب، ففيه مصر عادت من جديد على خريطة الاستثمارات العالمية بعدما قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات المالية والهيكلية والتي ساهمت بدورها في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، محققة معدل نمو بلغ 4.7%. الجنيه يفشل في مواجهة الدولار. نفذ البنك المركزي المصري عدد من الإجراءات خلال عام 2015 بغرض الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتحجيم السوق السوداء للدولار. وفي بداية العام قام هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار ليبلغ سعره 7.55 جنيه. أعقب ذلك قيام رامز بوضع حد للسقف الإيداعي الدولاري $10,000 لليوم و$50,000 في الشهر. وفي يونيو قام رامز بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى مقابل الدولار ليرتفع سعره بالسوق الرسمية ل8 جنيهات وبالسوق الموازية ل9 جنيهات. وعندما تولى طارق عامر مسؤولية البنك المركزي قرر تثبيت سعر الصرف عند 7.73 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع. ونكشف الصندوق الأسود للسياحة. عام 2015 هو الأسوأ على الإطلاق بقطاع السياحة، فتلقى القطاع عدة ضربات إرهابية قاتلة، بداية من مقتل 12 مكسيكيا عن طريق الخطأ بواحد سيوة، وانتهاء بسقوط الطائرة الروسية في سيناء ومقتل 244 شخص، وإعلان دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا حظر السفر لمصر، ليتراجع حجم السياحة الوافدة لمصر خلال العام بنحو 45%. كما أعلن هشام زعزوع وزير السياحة حجم الخسائر بالقطاع ب 2.2 مليار جنيه شهريا. ولذلك أطلق البنك المركزي في 7 ديسمبر الماضي مبادرة جديدة لدعم السياحة تتمثل في تأجيل استحقاقات البنوك لستة أشهر مع عدم احتساب فوائد على تلك المدة. كما أطلقت وزارة السياحة مؤخراً حملة This is Egypt لتحسين الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية من خلال حملات ترويجية ب 27 دولة. البورصة طبلت ملف 2015 بعنوان عامل الخسائر والأحزان. شهدت البورصة المصرية العديد من الأحداث المؤثرة التي ألقت بظلالها على أداء السوق، وجعلت من عام 2015 أسوأ الأعوام لسوق المال بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. فخسر رأس المال السوقي للبورصة 100 مليار جنيه، حيث خسرت البورصة نحو 37.5% من مؤشر الرئيسي لأكبر 30 شركة EGX30، فهبط من مستوى 10,066 نقطة ليصل لمستوى 6,300 نقطة. والسبب في ذلك يرجع لإقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل والأرباح الرأسمالية من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة لفرض ضريبة 10% على التوزيعات النقدية بجانب الإجراءات الاحترازية التي فرضها البنك المركزي والخاصة بوضع سقف يومي للإيداع بالعملات الأجنبية. أما ثالث الأحداث المؤثرة يتمثل في إصدار أكبر بنكين في مصر لشهادات بفائدة 12.5%. الصادرات المصرية تدخل النفق المهم. شهدت الصادرات المصرية تراجعا ملحوظا على مدار العام بمعدل بلغ 33%، محققة نحو 128 مليار جنيه فقط خلال 12 شهر. ولتراجع الصادرات عدة أسباب، أهمها قرار البنك المركزي بوضع حد لسقف الإيداع اليومي للدولار، وتطبيق نظام جديد للمساندة التصديرية، وتأخر سداد مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، بالإضافة لفقدان أسواق عربية كبيرة كليبيا والعراق وسوريا واليمن، بجانب حالة الركود التي أصابت الأسواق العالمية. وبختام نشرتنا الاقتصادية نكون قدمنا لكم ملخص لحياة المصريين في 2015. شكرا لكم ودوكم برعاية الله.